تواجدنا فيه لانتقال لاعب بقيمة النادي اللي موجود فيه وبقيمة اللاعب اللي بيلعب بيه كابتن حميد. بشكركم لتواجدكم وأتمنى دايما العلاقات أكتر وأكتر ما بين الناديين، ده برضو هيدي انطلاقة أكتر ومزيد من التعاون ما بين البلدين الكمالين. لم أتردد ولو لحظة لما سمعت أن الفريق الزمالكي يريد هذا اللاعب، لأن أعرف هذا اللاعب جيدا، إنه صحيح أنه ترعرع في نادي آخر ولكن بلور المعارف المدنية والتقنية والتكتيكي والدينية معنا. شكرا حميد حداد، كيف ما عرفناه حميد حداد كيعطي كل شيء بقلبه يعني وبالعقل ديالو، ملي كيكون في الفريق كيعطي اللي عليه يعني، والحمد لله احنا ملي كانوا عندنا العروض اختيارنا لنادي الزمالك لم يكن فقط لعروض مادية، لأن كانت عروض تقريبا متشابهة أو أكثر، ولكن فضلنا المشروع الريادي والنجاح اللي تقدر يعرفه مع فريق الزمالك. انتقال اللاعب حميد حداد انتقل بصفة نهائية إلى فريق نادي الزمالك المصري بمبلغ 1,400,000 دولار. المبلغ غيكون على قسطين. الاختيار ديالنا لفريق الزمالك المصري لم يكن مادي محض بحكم الثقة ديالنا بنادي الزمالك المصري قاريا وعالميا وإمكانية. قلت لي أنكم فضلتوا الأرض ديال الزمالك، عرفوا علاش؟ بالضبط الزمالك وماشي أندية أخرى، وشكون الأندية اللي كانت تنافس فريق الزمالك من أجل الظفر بخدمات الأحداث. وحاولوا من وسط السنة يعني في الميركاتو كانت بدات المفاوضات على حميد حداد وبقاو متبعين الاخر، وكنحيوهم على المناسبة على هاد الاحترافية ديالهم. دائما كنعرفوا ان اللاعب كيفكر في اوروبا، الاحتراف كيكون في اوروبا، يعني علاش خليتوا العروض الاحترافية في اوروبا وفضلتوا الزمالك؟ شكرا. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة، هو دلوقتي في منافسة طبعا في ما بين الزمالك والاهلي، ده شيء طبيعي التاريخ القديم كله يعني، بس يمكن دلوقتي المنافسة ما بين الاهلي والزمالك انتقلت هنا في المغرب، لان الكرة المغربية المتقدمة وبالذات في السنوات الماضية بتفرز مواهب صعبة انك انت تقدري تجيبيها من اي حد، اللي هي المواهب بالذات بالنسبة للمواهب الهجومية راس الحربة يعني، بدءا من تجربة وليد أزارو وحميد، وإن شاء الله في حاجات جاية كمان في السكة. احنا ما كنديروش، احنا نعطيك المثال ديال السنة الماضية، كنا ثاني أفضل هجوم، كان معنا وليد أزارو زكريا حدراف، لظروف ما يعني زكريا مشى للرجاء البيضاوي وأزارو غادرنا. رغم ذلك شدرنا مجهود، كانت واحد الخطوات السباقية، هاد السنة عندنا أحسن هجوم كان، الآن كيغادرنا حميد حداد يعني في مشروع ريادي غيستافد منه الفريق سواء ماديا سواء بالإشعاع لماج دو مارك ديال الكلوب ديالنا. بيان سيغ حنا دايرين الترتيبات ديالنا، كاين لاعبين اللي غيدخلوا انطلاقا من يوم الأحد من بلدان مختلفة اللي غيدخلوا، ونتمنى وغيعطيو الإضافة ديالهم إن شاء الله، يعني احنا هاد لاعبين مهاجمين اللي غيجيو إن شاء الله غيعطيو الإضافة ديالهم. كيف مع السنة الماضية داك الخصاص ديال أزارو حاولنا نساوي بهاد أفضل هجوم، نتمناو السنة الماضية المقبلة نبقاو في هاد التوجه. ولكن الإضافة خصها تكون آنية على ما أظن. انا ملي كنتكلم معاك كنقول لك لاعبين، كاين اللي دابا كتهضر معايا كاين لي جوغ اللي واقيلا شادين الفول دابا، يعني بارتيغ دو دوما ابخي دوما كاين لي جوغ اللي غيكونوا داخلين ان شاء الله يعطيو الاضافه تاعهم ديالهم في هذا المشهد. بخصوص حميد حداد، شنو تقييم ديالو الفتره اللي قضاها في الدفاع حسين جليلي، وشنو الطموحات اللي كيسعى لها مع الفريق الجديد ديالو ان شاء الله الزمالك، وكنتمنى له حتى التوفيق من هذا. شكرا. نتمنى نكون يعني في حسن الظن كما قلت لك الناس ديال المشاريع ديال الزمالك يعني تاع الجديده، باش ان شاء الله باش يعني لعاب من يعني في فريق اللي هو كبير يتحقق بفريق اللي هو جديده، يعني حتى النادي كتهز السنيه ديالو، يعني نتمنى نكون في المستوى ان شاء الله باش السنيه ديال نادي الدفاع حسين جديد تكون في يعني في احسن المراتب ان شاء الله.
نادي الزمالك نادي محترم، نادي له تاريخ وله وضع في الكره الافريقيه والدول العربيه والدوريات. لما بتختار لعيبه ما بتختارش عدد، انت بتختار كفاءات. ايه هي من هو اللاعب اللي يدي كفاءه كبيره للنادي ببطولات بحجم نادي الزمالك؟ عشان كده كان الوكلاء عرفوا يرشحوا لنا اللاعب حميد، تابعناه وتابعنا ناديه وكان محل احترام هو ونادي مننا. ان شاء الله يبقى استكمال لنواه اللاعبين المغاربه في مصر ويبقى بدايه كمان للعيبه اكتر واكتر واكتر. لاعب حميد لاعب محترم ونادي نادي محترم. اي حد عايز يفهم كوره او بيتعلم كوره او بيشوف كوره لازم يبص على المغرب. اللي ما شافش التاريخ الزمان من الاجيال ما شاف المغرب والزاكي والمنتخب اللي كان بيرعب ده، اللي عايز يتفرج على الكوره المغربيه يتفرج على كاس العالم يشوف قد ايه المنتخب حتى لو خرج مش مشكله، بس كان ليه شكل ووضع. ان شاء الله ان حميد هيبقى اضافه بعد كده للدوري المغربي. اي حد عايز لعيب كوره بتفهم لعيب كوره ما لازم ياخد من المغرب. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.